ممنوع ممنوع تسوي. تعال 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 تعال. كيف ممنوع؟ ممنوع تجوا، مين سمحلك تجوا يا شباب؟ مين انتوا؟ مين انتوا؟ مين انتوا؟ مين سمحلك تفوتوا؟ مين انتوا؟ مين سمحلك تفوتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هاي النقطة عملياً تعتبر مناطق آمنة، كانت في السابق كان المسلحين يحاولون الدخول إليها، بس بسواعد جنودنا الأبطال وقوات المنطقة والأهالي واللجان الشعبية تمكننا من دحر الأعداء إلى مناطق خارج مناطق الآمنة. كانوا يرعبون الأهالي، يحرقون الأحراش، يدمرون المنازل، فبعون قواتنا المسلحة وجنودنا البواسل تم تطهير المناطق الموجودة حالياً أمامكم من رجس العدو، فتعتبر منطقة آمنة. أنا عم بخدم الدفاع الوطني وعم بخدم إلى جانب الجيش العربي السوري، وأنا ما إجيت لحتى أتقاضى أي مصاري أو أي شيء. أنا إجيت دافع مني كشاب مشان أحمي بلدي ووطني، وأنا إلي الفخر والعزة أني أنا أكون مع الجيش العربي السوري على الأرض وبالحرب لأدافع عن وطني وشعبي وأرضي. قبل هذه الأزمة كنا عايشين بحياة طبيعية، الموظفين في أعمالهم، الأطباء في مشافيهم وعيادتهم، الطلاب والأطفال في مدارسهم. لما اشتدت الأزمة وبلشت بذور المؤامرة تتغلغل في بلدنا الحبيب، أنا واحد من آلاف وملايين الشباب لبوا النداء في حين طلب وبعدم الطلب للدفاع عن أرضنا الحبيبة ووطننا الغالي بدون تكليف من أي أحد، تكليف شرعي وأخلاقي ووطني للدفاع ورد الهجوم عن بلدنا الحبيب، لأن العدو أصبح داخل بلدنا. أنا كنت موظف عادي ضمن وظيفتي، لما حسيت أني بوظيفتي ما قادر أقدم شيء حاولت اني اقدم شيء لهالبلد وتطوعت لخدمه هذه البلد وشرف ارتداء البز العسكري. صمود هذا الجيش وهذا الشعب البطل وبقيادتنا سوف نحقق الانتصارات ويكون بزوغ فجر جديد يرسم خط المقاوم ويفصل بين الحق والشر والباطل في زمن طغى فيه التواطؤ والخنوع والذل. بدي ببعث رسالة لوطني انه بإذن الله رح يرجع مثل الأول وأحسن، ورح نضل صامدين وبوش العدو الإسرائيلي الصهيوني الأمريكي، والله يحمي البلد وقائد البلد والحمد لله. أكيد بحب أني أحمل البارود اللي كان يحمله هو، لأن وأطلع محل ما كان يطلع هو حتى قاتل العدو. الشهيد كان دائما يقول لنا إن لم نقم نحن بالدفاع عن هذا الوطن من سيأتي يدافع عن أرضنا وأرضنا.
وهو كان في الدفاع الوطني باللجان الشعبية في بداية الأمر، وتطوع أخيرا في الدفاع الوطني. أول ما تطوع بالدفاع الوطني أو استلم بكاسة صار يعلمني عليه، بعد فترة سلموا بارودي كمان، علمني كيف فكه وركبه وقوس فيها. هو غريب الحمد لله الحمد لله، لما أنظر إلى وجهه كأني أراه الساعة، كأنه حاضر بيننا، ذكرياته في كل مكان. إنه غالي الولد، قلنا الولد غالي ولكن الوطن أغلى، سنقولها مرارا وتكرارا. كان عزيزا على قلبي، كان دائما يحافظ علينا، أو بالأخص أنا لأني كنت بنت وحيدة بيناتهم كشباب. كان دائما يعلمني الصح من الغلط، كان يحميني دائما من الغير، كان يعاملني معاملة تانية عن اخواتي كشباب. المعارضون هم لا دين لهم ولا مذهب لهم، كما قلنا يتسترون باسم الاسلام، والاسلام منهم براء. بتمنى اني اطلع يعملوا إنه دفاع وطني للبنات، يعلمون تزيد معلوماتنا عن القتال، عن السلاح، حتى نطلع نقاتل. ما في شيء زيادة شباب عن البنات يعني، حتى يدافعوا عن عرضهم وشرفهم ووطني. ولازم كل بنت بتحب وطنها دافع عنه كبقاء وجود. المسلحون أتوا إلى قرية وهاجموا عليها وأخرجوا الأهالي منها وذبحوا المدنيين والأطفال. نعم، اليوم الصباح. اسمها العامرية قرية. كم فاصلة؟ فاصلة نحو الشرق 30 كيلومتر. بتمنى كل سيدة فيها فعلا دم سوري تنزل تحمل سلاح وتنزل على أرض سوريا، تحمل سلاح وتنزل تدافع عن سوريا، لأنه سوريا عروس وبتستاهل كتير. أنا نور محمد نجم، انتسبت للدفاع الوطني لحتى أحمي حالي أولا وأحمي وطني وأحمي قائدي وشعبي، وتركنا بيتنا وبيوتنا ومدري شو لحتى نحمي حالنا. فاتوا المسلحين وخربوا لنا حياتنا وخربوا لنا عيشتنا، وكنا مبسوطين وما كان في شيء بسوريا، وكانت سوريا آمنة. بحب وطني كثير وبقدم له روحي وحياتي، وقد ما فيني بعطيه بعطيه. أنا بقول له الله يرحمه وبفتخر بشهادته، وبقول الله يرحم كل الشهداء. كان ياخذنا مشاوير كثير ويلعبنا ويخلينا دائما مبسوطين، يعني دائما الحمد لله ما احتاجنا حدا وما بنحتاج حدا ان شاء الله، وكنا بنحبه كثير. كان زهرة بهدني بس راح، بس البابا كان كتير من عبونا. يا ريت لو مرع كتير من عبونا، يا ريت لو مرع كتير كنا نعبونا. الله يرحم كل الشهداء، الله يخلي لنا قائد هالوطن.
بدرس هون بهالمدرسة وعم اجتهد بدروسي مشان نبني سوريا. نحن هذا الجيل لازم ندرس ونجتهد لحتى نكون قويين وصامدين وجه التحدي هذا. وطبعا أنا بشكر كل البنات والشباب المتطوعين اللي عم يدافعوا عن هالوطن، وأنا شخصيا بحب أني ألبس هاللباس وطلع دافع عن وطني ووقف جنب إخواني وأخواتي. أنا بشوف سوريا هي أم عظيمة، بتضلها هي سوريا، سوريا هي الأم، هي كل شيء، هي الحضن اللي حضنيتهم. نحن لازم نرد لها الجميل هذا، نحن لازم نتوحد كلياتنا لانه نحن على حق، وكلمه الحق دائما واللي بيكون على حق اكيد راح يوصل للنصر باذن الله. بترجعي على المدرسه، بترجعي على البيت مثلا، بتطلعي على السوق بتسمعي باسم مهرجان المسلحين، شو بتحسي؟ بدنا شيء بدنا كل شيء. بزعل على كل نقطه دم نزلت تحت، يعني سببوها هن بزعل على كل دمعة أم نزلت على ابنة. طبعا يعني أكيد رح يكون إحساسي، بس دائما نحن ما بنحس بخيبة الأمل، نحن دائما عنا قوة. لما بسمع هيك بزعل، ولكن أكيد في عنا قوة داخلنا، هي عنا إيمان بسوريا، إيمان بالنصر، إيمان بهالوطن هذا. عائدنا كنا صغار عم نبكي، علمنا لك وصرنا كبار من حي علمنا، والله يرحم ترابك يا ابو حافظ، لك يلي علمنا المروءة والشهامة والأداء. أنا تركت شغلي وإجيت حتى أتطوع هون إلى جانب الرجل، حتى دافع عن وطني ضد أي معتدي وأي شخص بيحاول يمس بكرامة وأمن وسلامة وطننا، لأنه أنا بدي الأمن والاستقرار يعود لسوريا أكثر مثل ما كان أول شيء وأكثر. عندي إخواتي متطوعين وأنا بدي أتطوع، بدي أدعي رفقاتي كلياتهم يتطوعوا كمان، لأنه سوريا حلوة وبدها تضل حلوة ورح ترجع حلوة مثل ما كانت وأول وأحسن. نحن 9 بالبيت، وأنا اخترت إني أجي حتى مثل ولو أسرتي بالدفاع عن الوطن. وطننا كل عمره كان بلد الأمان والاستقرار، يعني أي حدا كان يجي يحس بسوريا بالأمان والاستقرار. وصلنا لمرحلة أنه يعني يد الإرهاب خربته، وأكيد رح نشتغل يد ليد ليعود مثل ما كان وطن الأمن والاستقرار. كل نفس ذائقة الموت، كلياتنا بدنا نموت، هذا بالنهاية أمر محتوم، بس انه الموت نحن نموت بشرف احسن لنا، نموت نحن ومستشهدين وندافع عن سوريا ونشيل الارهاب اللي اجى علينا من برا، احسن لنا ما نموت هيك. باتجاه الحقل رملا سير. اسبل ستاره
أنا ما عندي غير ابني اسكندر وحيد، ما عندي غيره. وحيد؟ وحيد. ما في بنات عندي؟ لا الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى ما طعمني غيره. هالبنات اللي عندك شو؟ هدول الصبايا بلجان الدفاع الوطني بيساعدوني هون بالبيت بتشكيل الفصائل وبيسكروا علي فراغي ويضلوا عندي هون ببيتي. ممكن تندهلوا تعرف عليهم؟ ايه كندا اذا بتريدي. بعد اذنك. تفضلي. مرحبا. كيفك؟ ان شاء الله منيحه. هلا الفدائيه كندا معنا بالدفاع الوطني. اخت كندا سمعنا من مدام انك بالدفاع الوطني، كيف رحت على الدفاع الوطني؟ عن طريق المشاهد اسكندر، هي اللي شكلت هاي الفصائل وانا جيت والتحقت بها الفصيل اللي هي عم تشكلها. ابوك شو بيشتغل؟ ابي متطوع بالدفاع المدني كمان. والوالدي كمان ماما متطوع معي بالدفاع الوطني. اهلك عرضوك شيء وقت رحتي تطوعتي بالدفاع الوطني؟ لا ابدا، بالعكس شجعوني اني اتطوع بالدفاع المدني. وقت رحتي لهونيك كيف كان شعورك؟ شعور حلو انه جاي انا حتى دافع عن وطني اللي هو سوريا، ولاني بحب وطني سوريا. كيف عم بيعاملوك بالدفاع المدني؟ يعني المعامله كثير منيحه والتدريب كثير ممتاز. ليش الدفاع الوطني تشكل؟ تشكل الدفاع الوطني مشان نحمي وطننا اللي هو سوريا ونحافظ عليه، ولأنه منحب وطننا سوريا. هذا اللي دفع أنه كل البنات لأنه يتطوعوا له بالدفاع الوطني. مثلا عندك رفقاتك البنات كلهم متطوعوا بالدفاع الوطني؟ ايه كل اللي بعرفهم متطوعين بالدفاع الوطني. شو كان هدفهم الأساسي لحتى يتطوعوا بالدفاع الوطني؟ حبهم لوطنهم، واللي شجعهم أكثر أنه دماء الشهداء اللي راحت هدر هيك. شو بتقول للإرهابيين اللي قتلوا لأصدقائي؟ الله لا يسامحهم، وإن شاء الله ما رح خلي دماء شهدائنا تروح هيك. شكرا لك. أهلا وسهلا. السلام. الله معك، ديري بالك على حالك. هلا موضوع الذكريات موضوع كتير كبير بالنسبة إلي، فهي الذكريات إذا في شيء عم بيعذبنا هو عم بتعذبنا الذكريات. اسكندر كان قلب طيب حنون، إذا أشعر بالحنان أخده منه، هو إذا بده الحنان يأخده مني. كان رفيق وكان ابن وكان صديق وكان أخ. عشت أنا وياه حياة فيك تقول حلوة وفيك تقول صعبة. انتسب لمعسكر الفصائل المسلحة، كانت مدة المعسكر شهرين. طبعا لما عمل معسكر الفصائل المسلحة عملته أنا وياه. بعد هاي الفترة مع دورة فصائل المسلحة انتسب للجان الدفاع الوطني. اللجان الدفاع الوطني طبعا قاموا بتدريبه بشكل مكثف واهتموا فيه وأنتجوا منه بطل. أولاً راح بدون أنا ما أعرف، فاتصلوا فيني عم ياخدوا موافقتي. أنت أم الشهيد محمد اسكندر؟ قلت لهم طبعاً أنا أمه. قال ابنك إجا لعنا يتطوع بلجان الدفاع الوطني، أنت موافقة؟ قلت لهم مانو أغلى من الشباب اللي راحت. هذا كان جوابي لقائد مجموعته، قلت له مانو أغلى من الشباب اللي راحت ويسواه ما يسوى أولاد العالم. بعدين إحنا اي شهيد عم يطلع من سوريا من اي بيت عم نعتبره طالع من بيتنا، كل شهدائنا اخواتنا واولادنا وقرايبيننا. خلص فينا نلتقي مع الصبايا؟ ايه في صبايا خلصت منه. في لميس فدائيه، لميس والفدائيه نواره، تفضلوا تعي لميس تعي نواره. تنوار
طبعا انا رح اعرفك عليهم. الفدائيه لميس حمود، اهلا وسهلا، من البنات اللي اشتغلوا معي بتشكيل الفصائل، هي ضمن عمل لجان الوطني. فنحن مشتغلين من قبل مع جمعيات خيريه، مشتغلين بتوزيع المعونات الاجتماعيه ضمن الاحياء الساخنه، ضمن الاحياء الساخنه. اقسم بديني والمعتقد والضمير، اقسم بديني والمعتقد والضمير، ان ادافع حتى اخر قطره من دمي، ان ادافع حتى اخر قطره من دمي، عن كرامتي وطني، عن كرامتي وطني، ان انفذ مهام مركزي، ان انفذ مهام. هم خمس اخوي، بنتين وثلاث شباب، اخت متزوجه وانا عزابيه، اخ شهيد واخ متزوج واخ عزابي انا وياه بالبيت. هلا انا بعتبر انه الدفاع الوطني عنا هلا بسوريا خطوه كثير مهمه، خطوه فاجأنا العالم فيها. انا انقطعت عن الجامعه بفتره انتسابي للدفاع الوطني، لانه انا بالنسبه لي هي اهم، لانه حاليا نحن هلا بسوريا، سوريا بلد الاكثر امان بالعالم، هلا بمحنه. بالنسبه لي انا جامعتي تؤجل بهيك ظروف عم يمر فيها وطننا، فانا ممكن اعمل شيء يعني فيد في وطني، ما اكون شخص عادي ضمن بيتي. هذا اللي دفعني انا اتطوع بالدفاع الوطني كبنت، البس البدله العسكريه واتدرب على السلاح. احساسي هلا احساسي انا واحساس بعض من رفقاتي انه هذا حلم للبنت السوريه. في بنات يقولوا لي انا هذا حلم. هلا نحن مثلا في فتره معينه من الدراسه شو بتحبي تكوني، ففي بنات اعترفوا لي وقالوا لي ان نحن بالنسبه لنا حلم، حلم لباس البدله العسكريه. بما انك تطوعتي بالدفاع الوطني، ما بتخافي مثلا وقت تكون على الحواجز وطلعتوا تخافوا من المسلحين؟ ما بنخاف، لانه نحن وقت اللي تطوعنا بالدفاع الوطني نسينا كل شيء اسمه خوف. بالعكس يعني زادنا حماس واصرار، يعني وقت اللي بتكون بهيك موقف بتنسى شيء اسمه خوف، بالعكس بتتشجع، بتحاول تعمل التصرفات اللي تساعدك بهيك موقف، فنسينا شيء اسمه خوف. علم عاليا، العمل على رفع هذا العلم عاليا، علم وطني، علم وطني، سوريا، سوريا، والله على ما اقول شهيد، والله على ما اقول شهيد. اسبل انه حلوه نحن نلبس البدله، حلوه نوقف مع شبابنا مع الجيش العربي السوري اللي كان له الفضل الكبير بالدفاع عن أرضنا ليطرد المرتزقة اللي كانت عنا بسوريا. شو الرسالة بتوجهيها للمعارضين والمسلحين اللي عم بيقتلوا بأبنائنا؟ بحب بذكرهم قبل ما يفكروا هذا التفكير إنه إحنا كنا أولاد وطن واحد ولساتنا أولاد وطن واحد، رجعوا للطريق الصح، هي سوريا. سوريا اللي عشتوا فيها طول عمركم مرفوعين الراس، رجعوا لنشوف سوريا من عيوننا نحنا. حرام عليكم اللي سويتوه بسوريا، هي بلدكم، رجعوا لحضن سوريا، سوريا أمكم بالضبط، نتمنى يرجعوا، سوريا منتصرة بإذن الله.